فقرة الإنترنت واستخداماته اليوم رح نحكي عن الجريتينج كاردز ورح نركز أكثر على عيد الأم بمناسبة إنه مرق عليه يومين. بالضبط. فعلاً هاي مناسبة كتير حلوة، الواحد بيقدر يحتفل فيها على الإنترنت ويبعث بطاقات للأمهات حتى يشوف كمان المواقع إيش عم تسوي بهاي المناسبة هاي السعيدة. عاملين كتير شغلات حلوة، رح ندخل على عدة مواقع اليوم عشان نشوف إيش عاملين بمناسبة عيد الأم. أول موقع رح ندخل عليه هو arabia.com. بالضبط، موقع arabia.com بموضوع الجريتينج كاردز اللي هي بطاقات التهاني. اذا تفرجنا عاملين شغله حلوه متخصصه لموضوع ست الحبايب هون. عيد سعيد يا امي ست الحبايب. بالضبط، الواحد بيكبس عليها بقدر يفتح هذه البطاقه وبقدر يبعثها نحكي لامه، خاصه الناس اللي ساكنين او هلا عم بدرسوا برا او ولسه هلا يعني شوي بعاد عن امهاتهم ما بقدروا يكون على اتصال معهم، فبتكون شغله حلوه بقدروا يبعثوا لهم اياها. وهلا على فكره في كثير امهات هلا عم بيصيروا كثير كمان شاطرين في مجال الانترنت، ففي عندهم ايميلات يعني، فهي شغله كثير حلوه يعني. فهون هي واحد بقدر الام مدرسه اذا عادتها عادت شعبا طيب العراقي. فعلا جريتينج كارد كثير حلوه هذه عاملها جماعه اريبيا، وطبعا واحد بده يختار اساس يبعثها لامه يعني. طبعا في سايتس ثانيين كمان عاملين بمناسبه عيد الام زي مكتوب، عاملين كثير شغله حلوه بمناسبه عيد الام. عيد ام سعيد. بالضبط، عيد ام سعيد. وهون عاملين كمان سلكشن حلوه، هون قم باختيار البطاقه التي تعجبك. بعدين بدك تختار واحد لتبكي يا امي او الى امي او واحد من دول البطاقات الواحد بقدر عشان يقدر يعرف اكثر عنها وشوف الصوره اللي او شوف الصوره التفصيليه عنها، بكبس عليها بقدر اشوف الصوره التفصيليه عشان يختار فعلا البطاقه اللي هي بحبها واللي بشوف انه هي تتناسب مع نحكي مع الشيء اللي حاب يبعته لامه. هاي كمان لامي هون الى اول ذاكره واول تماس. فعلا يعني كلمات كثير حلوه هون يعني عاملينها، والصوره كمان كثير حلوه، الصور اللي حاطينها كثير معبره يعني، فيها تعبير كثير حلو. فنانين اللي راسمين نفس الصوره نفسها يعني. كمان في انه كمان مين في لك كمان عامل جورمول كمان نفس الشيء. جورمول كمان عاملين صفحه خاصه للمذرز، للمذرز داي يعني، فيها كثير شغلات كمان حلوه، فيها مذرز داي وورلد وايد، ذا ستوري اوف مذرز داي، وكوتس اند سينجز، كلر مام كارد، جيفت فور مام. فيعني فعلا شغلات حلوه الواحد بدل. وفي كمان عاملين سبيشال اوفرز كمان للناس اللي بعتوا كمان الهدايا كمان هاي لامهاتهم بمناسبه عيد الام. بالضبط. اخر شيء في عندنا سايت 123 جريتينجز. هذا السايت مش عامل كثير زي مكتوب مثلا، بس انه بتدخل على الفاميلي عشان تشوف ايش الكروت اللي للفاميلي، وفي كروت للام كمان لاف يو مام. هون وورلد بيست وورلد بيست مام، هون في عندهم يمكن يعني فرايتي اكثر شوي من المحلات الثانيه هون. هون اور سبيشال تايمز، بيوتيفول بوكي، يعني حلوه يعني. طبعا الواحد بيقدر يدخل عليها ويعرف تفاصيل اكثر ويقدر يبعثها، بيقدر يبعثها للايميل. انا طبعا هي الفكره انه يعني هي نفس المفهوم القديم اللي الناس بدها رح تبعث بطاقه لامه، بس هلا شوي مفهوم صار كمان احلى هلا على الانترنت، بصير يقدر يبعثه على الانترنت. وانا بالنسبه لي كمان حتى شخصيا بعرف يعني كثير امهات هلا صاروا فعلا يستخدموا الانترنت وصاروا كثير ممتازين فيه، خاصه مع نحكي اولادهم بناتهم اللي ساكنين اللي عم يدرسوا هلا برا في امريكا وفي بريطانيا، فبضطروا انه يستخدموه عشان بضطروا يحكوا معهم. ايوه بيحكوا معهم، ببعث لهم ايميلز، بعملوا معهم شات، شغلات زي هيك. فهي كمان فرصه انه يقدر فعلا خلط الانترنت انه الناس انه يتقربوا من بعض اكثر، خاصه اللي ساكنين في مسافات بعيده عن بعض، وبقدر يقدروا انهم يكونوا على اتصال بشكل مستمر. فالانترنت قربت الحكي هذا وقربتهم حتى من خلال كمان اللي نحكي حتى الكروت والهدايا وكل شيء يعني. بالزبط. والمناسبات بيقدروا يحتفلوا فيها وهم بعاد عن اهلهم. بالضبط صح. يمكن نحن ندخل شوي بتفاصيل كيف واحد بقدر كمان هلا يمكن يبعث هذا الجريتينج كارد. هون طبعا الكارد هيدر بحط هون دير فريند او دير مام او دير مام، بحط هون كمان تفاصيل اكثر انه المسج اللي بحب يحطها يعني انه بالضبط المسج اللي حابب يبعثها كذا. كارد فوتر هون لاف ان ادمايرر، يعني اي شيء هو حابب انه يحطه بنهايتها. بعدين بقدر يختار الميوزك اللي حابب انه يحطها هو بطبيعه نحكي طبيعه الجريتينج كارد اللي حابب يبعثها. بعدين بقدر يسمعها الموسيقى قبل ما يبعثها، بحط اسمه وايميل تبعه، اسم الشخص اللي ببعث له واسم الايميل، وبعدين بيجي ببعث. طبعا بيقدر يبعثه لاكثر من حدا. بالضبط.
بالضبط يعني بقدر يبعث لك كمان على كارت مالتيبل تو مالتيبل ريسيبينتس، كمان بقدر يبعث الكارد يا اما لشخص واحد لا يعني، بس طبعا في حالة عيد الام راح يكون يعني الام طبعا هن يعني كثير لا ممكن في ناس ما ببعثوا لامهاتهم يعني، في ناس ببعثوا بالضبط لاخواتهم لاي ام في العالم يعني. كل يعني بقدر يبعثها لاكثر من شخص صح، فبتكون شغله كثير حلوه كمان انه اذا كمان بعثها لاكثر من شخص وفعلا احتفلوا بهيك مناسبه سعيده من خلال الانترنت يعني. نقول كل سنه وكل الامهات العالم سالمين ان شاء الله ينعاد عليكم يا رب، وان شاء الله فعلا انه دائما نشوف كل الامهات دائما على اتصال مع اهاليهم ومع اولادهم وبناتهم البعد عنهم، واستخدموا الانترنت عشان نحكي اذا ضلوا متابعين هالاتصال. وخليكم معنا هلا لفقراتنا الجايه.